السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بلقائكم في هذا العدد الجديد من برنامج الظهيرة. البداية بعد قليل مع ملفنا الأول، ومواكبة للتحضير لانطلاق الحادث الاقتصادي البارز، معرض الجزائر الدولي، المرآة العاكسة لمدى تطور عديد القطاعات الحيوية، قراءة حول أهمية الحدث وأثره على دفع دواليب الاقتصاد الوطني. في ملفنا الثاني، وعلى ضوء تواصل فعاليات الصالون الدولي للصناعة التقليدية، الرقمنة وآليات التسويق والعصرنة، رهان تحقيق الوثبة الاقتصادية لمنتجات الصناعة التقليدية. في ظهيرة اليوم سنتطرق أيضا وفي ملف آخر لأهمية تفعيل دور الابتكار ضمن منظومة قطاع التكوين المهني. إلى هذه الملفات مواعيدنا الإخبارية القارة على رأس كل ساعة، ابقوا معنا في المتابعة. الجزائر إذن على موعد غدا مع انطلاق أكبر تظاهرة اقتصادية، معرض الجزائر الدولي في طبعته 54 بقصر المعارض بالصنوبر البحري تحت شعار الجزائر رؤية وأفاق جديدة. المعرض الذي يدوم حتى 25 من الشهر الجاري يعرف مشاركة أزيد من 600 مؤسسة وطنية وأجنبية من 30 دولة، وستكون إيطاليا ضيف شرف الطبعة ب13 عارضا يمثلون قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، الصناعة، البناء، المنشآت القاعدية الكبرى، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، النقل الجوي، الفلاحة والخدمات. سنتحدث عن أهمية هذه التظاهرة، عن المشاركة، وأيضا عن أثر هذا الموعد الاقتصادي المهم على بحث عديد القطاعات الاستراتيجية. لتحليل والنقاش سعيدة جدا باستقبال المحلل الاقتصادي الأستاذ العربي غويني. أستاذ غويني، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ غويني. إذن هو التقليد الذي دأبت الجزائر على تنظيمه معرض الجزائر الدولي، ولكنه هذه السنة يأتي في ظل تطورات اقتصادية متسارعة، ارتفاع في معدل النمو وعديد المؤشرات التي تنبئ باسترجاع المنتوج الوطني خاصة لمكانته. بداية، قراءة في حيثيات موعد انطلاق هذه التظاهرة. عاد المعرض الدولي في الجزائر، لكن عودته في هذه المرة جاءت ضمن معطيات جديدة وضمن رؤية جديدة وضمن استراتيجية جديدة وضمن كذلك قانون استثمار يشهد له أهم المؤسسات الدولية بأنه من أهم القوانين الاستثمار على الأقل على المستوى الإفريقي والعربي، ضمن استراتيجية واضحة المعالم، أي أن الجزائر فتحت أبوابها وهيأت مناخ الاستثمار، وبالتالي تتطلع من خلال هذا المعرض إلى جلب استثمارات أو مستثمرين أجانب، إلى إقامة شراكات حقيقية، منح الفرصة للقطاع الخاص الجزائري لكذلك إقامة شراكات، عرض أهم المنتجات التي وصلت ضمن معايير الجودة إلى غير ذلك. إذن هي مناسبة في ظل معطيات جديدة، في ظل إرادة حقيقية للدولة من أجل توفير مناخ استثمار ومناخ أعمال ملائم. هذا ما تتطلع إليه الجزائر لفتح القطاعات التي نحن بحاجة إلى 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 فتح الاستثمار فيها، إلى قطاعات من أجل إقامة شراكات، إلى غير ذا في 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 مختلف القطاعات، في قطاع الفلاحة، قطاع الخدمات، قطاع الصناعة، كل القطاعات
في كل القطاعات يمكن أن تستفيد من العدد الكبير من 30، أكثر من 30 دولة مشاركة في هذا المعرض. عديد من المؤسسات المعروفة، المؤسسات الدولية أو الشركات الدولية المعروفة. إذا هي فرصة في حقيقة الأمر لمواصلة السير ولمواصلة المسيرة من أجل بناء اقتصاد قوي قائم على الشراكة. دائما هذه التظاهرات الاقتصادية تعتبر مرآة عاكسة لما توصل إليه النسيج الاقتصادي في البلد المنظم. الجزائر تستعد غدا لإطلاق هذه التظاهرة بمشاركة مميزة من طرف المؤسسات الجزائرية في كل القطاعات، ذكرتم القطاع الفلاحي، الصناعة التحويلية، الطاقة وغيرها، التكنولوجيا أيضا. كيف نستقرئ أيضا هذا التنوع والزخم المنتظر غدا في انطلاق هذه التظاهرة؟ نعم، المؤسسات الجزائرية المشاركة وحتى المؤسسات الشركات الأجنبية المشاركة سوف تعرض، تقوم بعرض في هذه الصالات، تقوم بعرض أهم ما توصلت إليه المنتجات من حيث الجودة ومن حيث التكنولوجيا إلى غير ذلك. انطلاقا من هذا، من خلال هذا العرض الكبير، الخدمات، المنتجات إلى غير ذلك، يمكن أن نقيم شراكة، ويمكن كذلك للمستثمر الأجنبي أن يقيم استثمارات في الجزائر، لأن هذا المعرض سوف يدعم بعرض فرص الاستثمار في الجزائر، وفرص الاستثمار موجودة بكثرة، قلت لك، ضمن قانون الاستثمار خاصة بعد صدور القانون. بطبيعة الحال هذا سوف ما يؤهل، لأننا نحن كما تفضلت ضمن رؤية جديدة وضمن استراتيجية جديدة بعثت من خلالها الدولة رسائل إلى العديد من الدول التي تتطلع إلى الاستثمار في الجزائر. والاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الدولة، نحن الآن نتطلع إلى بناء اقتصاد قائم على الإنتاج، ليس فقط قائم على فتح السوق الجزائرية لأهم المنتجات، بل نتطلع إلى إقامة شركات حقيقية وشراكات، شركات حقيقية وشراكات حقيقية مع، لما أقول لك أنا 30 دولة، معناها العدد كبير من الشركات، شركات ألمانية بمختلف الجنسيات التي الآن على بالك، الآن في 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 من خلال التكنولوجيا كل عام هناك منتجات بمعطيات جديدة وبمزايا جديدة. الآن هذه فرصة متوفرة للشركات الجزائرية. أنت تتحدثين عن الشركات الجزائرية، ما يمكن أن تعرضه وما يمكن كذلك أن تستفيد من المعروض. ماذا ستجني من المشاركة؟ بطبيعة الحال تجني الكثير والكثير، وربما يكون هناك، بل أكيد أن تكون هناك اتفاقيات، إبرام اتفاقيات بين العديد من الشركات. نقدم لك بعض الأرقام أستاذ غويني، مقارنة بين الطبعة السابقة وهذه الطبعة في مجال الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية مثلا، ارتفاع بنسبة 16% من الشركات المشاركة. في مجال الصناعة الغذائية ارتفاع ب 8% من المشاركين، و 4% في مجال الصناعة الإلكترونية الكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية، والتي بلغ سيبلغ عددها 33 عارض، وهي قطاعات ربما شهد فيها المنتوج الوطني تطورا لافتا في الفترة الأخيرة. بطبيعة الحال شوف الآن هذا في الآونة الأخيرة معدلات النمو التي حققتها أو حققها الاقتصاد الجزائري هي في حد ذاتها جاذبة لإقامة شراكات أو اتفاقيات. هذه واحدة. اثنين، أن تحسن على بالك الآن المستثمر الأجنبي هو يتابع تحسن، مؤشرات تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر ومناخ الأعمال في الجزائر. فهذه نقطة. النقطة الثالثة أن الموقع، دائما نتحدث عن الموقع الاستراتيجي للجزائر، نتحدث عن ما يمكن أن يلعبه الموقع
الموقع موقع الجزائر من خلالها الى افريقيا، لان عليها المستثمر لما يجي ويقيم استثمارات فهو لا يتحدث الان، شوف الرؤيه كيف تغيرت بالنسبه للمستثمر الاجنبي، هو لا يتحدث عن تغطيه الطلب المحلي او السوق الجزائري، بل يتطلع الى كذلك الى الاسواق الافريقيه من خلال الجزائر كبوة. هذا النقطه، نحن حضرنا انفسنا باستراتيجيه جديده، نريد ان نقيم علاقات اقتصاديه قويه مبنيه على قاعده رابح رابح، ونقيم هذه المصانع في الجزائر، وتكون الجزائر قبله لتصدير هذه المنتجات الى القطاع. ذكرت القطاع البتروكيماوي، حتى مثلا في الصناعات الغذائيه، كل القطاعات شهدت تحسنا او زياده العدد. دعني اذكر ايضا استاذ غويني بمعطى مهم خلال نهايه السنه الماضيه، ارتفاع غير مسبوق للصادرات الجزائريه خارج المحروقات نحو السوق الافريقيه ونحو عديد الوجهات من العالم. اليوم المنتوج الجزائري امام تحديات كبرى، هذا الفضاء الكبير للعرض هو ما هو الا فرصه من اجل مواصله المسير. شوف لماذا قلت لك في عاد باستراتيجيه جديده وبرؤيه جديده. كانت المعارض الدوليه في السابق تبحث، العارضين الاجانب يبحثون على تصريف منتجاتهم وخدماتهم الى الجزائر. الان المعرض الدولي تغيرت الان المعرض الدولي جاء كذلك لعرض ما توصلت إليه المنتجات الجزائرية والخدمات الجزائرية، لكذلك لتصديرها إلى الأسواق، ربما الأسواق الإفريقية، ربما الأسواق الأوروبية، الأسواق الأسيوية، وحتى الأسواق الأمريكية. إذن المعادلة تغيرت. ضف إلى ذلك أن قاعدة الشراكة التي حددتها الجزائر، قاعدة الشراكة تدعو إلى إقامة شراكة حقيقية مع المستثمرين الذين يريدون فعلا الاستثمار في الجزائر. أولا هناك شروط، بعض الشروط متوفرة، الشروط المعروفة في أدبيات الاقتصادية، أن من بين الشروط أن الجزائر تتوفر على مناخ أعمال ومناخ استثمار. واحد اثنين، استقرار، أن هناك استقرار للمنظومة التشريعية. هذا الدافع. الدافع الثاني أن الجزائر من خلال خطابات السيد رئيس الجمهورية وتنقله مثلا في روسيا وفي إيطاليا وغيره، أنه أبان على نيته في القضاء على أن تم القضاء على البيروقراطية التي كانت تخوف المستثمر. التسهيلات موجودة في قانون لما على تشوفي مثلا زيارات السيد رئيس الجمهورية إلا ويذهب معه مثلا وزارة، ويبقى وكذلك يذهب معه رجال أعمال. رجال أعمال، بارك الله. الآن هذه هي القاعدة الأساسية، لأن هناك صراع، لأن هناك تنافسية كبيرة على جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب إلى الجزائر، وكذلك على إيجاد في الناحية الأخرى على إيجاد منافذ أو تصريف للمنتجات الجزائرية. وهناك منتجات جزائرية أقول لك قد توفرت على معايير تصدير، وبالتالي معنى معايير تصدير وكذلك التكاليف، لأن تكاليفنا أو أسعار المنتجات الجزائرية هي أسعار تنافسية، وبالتالي معناها يمكن من خلال هذا المعرض في هذه الرؤية الجديدة وفي هذه الاستراتيجية الجديدة أن تؤدي إلى اتفاقيات بين القطاع الخاص أو حتى القطاع العام على إقامة شراكات حقيقية، يؤدي في النهاية إلى تحريك القطاعات هنا، القطاعات التي هي بأمس الحاجة إلى تكنولوجيا وإلى شراكة وإلى غير ذلك. ثم كذلك نعرف، لأن علاه الجزائر الآن وصلت إلى 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 بعض المنتجات في 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 العديد من القطاعات التي يمكن ان ندخل بها الى الاسواق الاوروبيه. جيد، ابقى معي استاذ غويني لنا عوده بعد قليل. مشاهدينا الان تمام الثالثه بتوقيت الجزائر، الى استوديو الاخبار.
مرحبا بك. تشوفوا فان جورني ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم أصبحنا من الأوائل. احنا فخورين جدا أن يتواجد بأن هذه الزيارة ناجحة من كافة الاتجاهات. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري كونه زعيما وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا. صفحة خاصة حول زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى فيدرالية روسيا سهرة اليوم في 9 عبر قنوات التلفزيون الجزائري. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. العودة إذن مشاهدينا إلى بلاتو الظهيرة. نتحدث دائما عن فعاليات التحضير لانطلاق صالون الجزائر الدولي غدا بقصر المعارض بمشاركة أكثر من 600 شركة جزائرية وأجنبية في مختلف القطاعات الحيوية. أستاذ غويني، نعود إذن لمواصلة مختلف النقاط المتعلقة بهذا الموضوع. تحدثنا عن أهمية الظروف التي يأتي فيها هذه الطبعة 54 من معرض الجزائر الدولي. تحدثنا عن المشاركة الجزائرية، عن تطور المنتوج الوطني أيضا، وعن مكانته الآن والتي يسعى إلى بلوغها في ظل كل التسهيلات، قانون الاستثمار الجديد والحركية الكبيرة التي تعرفها الجزائر. هناك جزئية أستاذ غويني أريد أيضا أن نركز عليها، ألا وهي مراعاة الجودة في المنتجات الوطنية، سواء كانت التي ستكون معروضة غدا ضمن معرض الجزائر الدولي، والتي سوف تكون هي المرآة العاكسة لما توصل إليه المنتوج الوطني في كل القطاعات. اليوم الجزائر تركز على هذه النقطة، على الجودة، من أجل تغطية الحاجيات المحلية وأيضا من أجل التوجه نحو الأسواق الدولية. لو كان الآن تيقنا يقينا راسخا أنه لا يمكن الولوج إلى أسواق، إلى الأسواق الدولية وحتى إلى الأسواق الإفريقية في ظل عدم تحكمنا في معايير الجودة الخاصة بالمنتجات، وبالتالي هناك اجتهاد كبير من لدن القطاعات الاقتصادية والقطاعات المنتجة، قولوا لك القطاعات المنتجة، سواء تعلق بالمنتجات السلع أو حتى الخدمات، وبالتالي لابد من توفر معيار الجودة حتى يمكن لهذه المنتجات أن تدخل إلى الأسواق الدولية. الآن عرض في هذا المعرض الدولي سوف يتم عرض المنتجات أو الخدمات التي تحمل معايير الجودة. نعم.
معناها هذا أصبح من البديهيات ولا من المسلمات. لو كان المنتج ما يكونش عنده معايير الجودة إيزو كذا أنواع المعايير، لا يمكن أن يعرض في هذا المعرض الدولي. هذا المسألة كنا نتحدث في السابق، لا نتحدث عن معايير إنما نتحدث عن الكمية، لكن الآن أصبحنا نتحدث عن معايير الجودة ليس فقط في الصناعات أو في المنتجات الصناعية أو وإنما حتى نتحدث في معايير الجودة حتى في المنتجات الفلاحية وحتى في المنتجات الخدمات السياحية وغير ذلك من الخدمات. وبالتالي معناها عندما أنت تملك معايير الجودة وكذلك بأسعار تنافسية يمكن لك أن تلج أن تدخل إلى حلبة المنافسة الدولية. هذا الأمر أصبح في حقة الأمر أصبحنا الشركات الجزائرية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أصبح يعمل على هذا السياق. زيد كاين مسألة أخرى، الآن أصبح امتلاك الجودة ما هوش خلاص معناها نقطة نهاية، لا، لأن العملية مستمرة. لأن علاه؟ لأن هناك منافسة مفروضة في الأسواق الدولية على مثل هذه المنتجات. تقولي مثلا منتجات الشبه صيدلانية مثلا، أو هناك منتجات، هناك دول تنتج، لكن الذي ينتج بنوعية جيدة وبأقل الأسعار يمكن أن يتحصل أو يتحكم ويزيد من حصته في السوق الدولية. حتى أقول لك أن الآن حتى تلبية الطلب المحلي أو الأسواق المحلية أصبح كذلك يعتمد على الجودة. لا يمكن أن تدخل الآن السلعة لا تخرج من المصنع وتلج إلى الأسواق المحلية إن لم تمتلك معايير الجودة. هذه مسألة أخذت في الآن في هذا المعرض، هذا هو فرصة لكذلك لعرض المهارات، لعرض أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا. هذه نقطة. نقطة ثانية أننا خصصنا على ما أعتقد أن خصصنا حتى أن خصصنا أبواب ومنصات رقمية لأول مرة في تاريخ صالون الجزائر الدولي سيتم تنظيم صالون رقمي على هامش هذه الفعالية. ما معنى ذلك؟ معنى نحن رانا حضرنا جيدا لهذا المعرض ونعلم وندرك جيدا أن الآن عملية الدخول والولوج إلى الأسواق الدولية أو جذب المستثمر الأجنبي لابد أن يتم عن طريق الرقمنة أو عن طريق المنصات الرقمية. الآن الصراع الآن الحاصل بين المنتجين يتوقف على من يتحكم أكثر في التكنولوجيا. الآن باش يجي المستثمر راه في مثلا في إيطاليا أو في ألمانيا، أو نحن نحضر له من خلال هذه الأرضية، نسهل له عملية الولوج إلى التحفيزات، الحوافز، التحفيزات عفوا الجمركية والشبه الجمركية والضريبية وفرص الاستثمار، وكذلك ترويج يتم ترويج فرص الاستثمار الموجودة في الجزائر. وأذكر بالمشاركة الأجنبية في هذا الصالون 30 دولة أجنبية منها 11 دولة إفريقية، 5 دول أوروبية وأيضا 5 دول عربية، كما ستشارك أيضا 5 دول آسيوية في هذا المعرض. إيطاليا ستكون ضيف شرف هذا المعرض، إيطاليا المعروفة اقتصاديا لدى الجزائر، الشريك التقليدي للجزائر في عديد القطاعات. لا بالطبع الحال، شوف الآن لما ذكرتي الإحصائيات، نعم، هي باقة متنوعة جيد من الدول ومن الشركات، إفريقيا، أوروبا، آسيا. هذه الشركات التي سوف تأتي إلى الجزائر لعرض أهم ما توصلت إليه، ثانيا كذلك لإيجاد مسألة الشراكة ومسألة الدخول إلى الاستثمار في الجزائر. اللي تشوفي لما تشوفي قلتي الله على ما أتذكر 30 دولة إفريقية، 30 دولة بصفة عامة و11 دولة إفريقية، 11 دولة أذكر إفريقية، السنغال، مالي، غانا، الكاميرون، الموزمبيق، النيجر، كينيا، تونس، تنزانيا، موريتانيا، وليبيا. معناها عدد معتبر من الدول الإفريقية المشاركة في هذا المعرض. هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هناك توجه للاستثمار في الجزائر. نعم، هذا الشيء ما كانش من قبل، والآن
ما 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 يشجع ذلك، ما يشجع ذلك أننا أن هناك إرادة حقيقية للدولة لفتح مجال الاستثمار عن طريق واش؟ عن طريق التعريف بقانون الاستثمار 2022. بالإضافة إلى ذلك أن الجزائر تحتاج فعلا إلى تدعيم أو دعم القطاعات التي نعول عليها مثل القطاع الفلاحي، نبحث كذلك على الشراكة في القطاع الفلاحي، نبحث على فتح أبواب الاستثمار في القطاع الفلاحي، نبحث كذلك على الاستثمار فتح باب الاستثمار في الصناعات الغذائية في القطاع السياحي الذي فعلا يحتاج إلى فتح الاستثمار في هذه القطاعات. كل هذه المبادرات وكل عرض من خلال هذا المعرض الدولي سوف يؤدي حتما إلى مسألة تنويع الاقتصاد الجزائري وإقامة شراكات حقيقية مبنية بطبيعة الحال دائما على مبدأ رابح رابح. من أهم أيضا ما بات يميز النسيج الاقتصادي الجزائري هو التوجه مؤخرا نحو تشجيع المؤسسات الناشئة وتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وعلى تنمية روح المقاولاتية عند كل شرائح الشباب في كل المجتمع. كيف يمكن اليوم أيضا إبراز هذه النقطة ضمن أو هذا التوجه ضمن هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة؟ نشوف هذه مثل هذه التظاهرات هي فرص لعرض أهم ما توصل إليه الابتكار، أهم ما توصل إليه العقل البشري. يمكن للمؤسسات أو للمؤسسات الناشئة أن تستفيد من هذا العرض من خلال هذا المعرض، من هذا المعرض الدولي. كذلك يمكن أن تقيم هذه المؤسسات أن تقيم شراكات دي كونفونسيون اتفاقيات مع هذه الشركات التي سوف تكون حاضرة في هذا المعرض. وبالتالي ما معنى ذلك؟ معناها أننا نقوي هذه المؤسسات الناشئة عندما يشوف وراي لما يجي للمعرض، المؤسسة الناشئة لما تجي للمعرض وتكون حاضرة سواء تعلق الأمر بعرض ما توصلت إليها أو من خلال حتى الزيارة. زيارة هذه المؤسسات أصحاب المؤسسات الناشئة إلى المعرض الدولي سوف يؤدي حتم إلى اكتساب مهارة، إلى اكتساب تجارب وإمكانية ولمنا إمكانية إقامة اتفاقيات مع الشركات المختصة في هذا المجال. الطبعة التي سوف تنطلق غدا لمعرض الجزائر الدولي ستعرف كما قلنا منذ قليل أيضا إطلاق أول صالون جزائري رقمي للعرض، حيث سيتمكن المشاركون من الاطلاع على كل ما يسخر به الصالون عن طريق شاشات رقمية ضخمة للعرض وعن طريق أيضا بطاقية رقمية توفر للزائرين كل المعلومات عن كل المؤسسات المشاركة في هذا الصالون. حتى هذه طريقة العرض تعتبر في حد ذاتها جديد في هذه الطبعة. أول مرة في تاريخ المعارض الدولية. اثنين، الاختصار للوقت، ربح للوقت، التوجه نحو توفير المعلومة بشكل رقمي، لأن عليه المستثمر الآن ماذا يبحث؟ يبحث على توفير المعلومة، على إبراز فرص الاستثمار الموجودة بكثرة. الآن وصلنا إلى قناعة أن الجزائر تمتلك العديد من فرص الاستثمار في ظل وش؟ في ظل إرادة حقيقية للدولة، في ظل ما قانون استثمار مسهل، وفي ظل كذلك إصلاحات تقف عليها الدولة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين. الآن المستثمر هذا أو الشركة العارضة لما يجي ويحضر ويشوف كامل وش كاين من خلال هذه المنصة يمكن أن تلعب، لا أقول يمكن بل أكيد أن تلعب مثل هذه المنصات في عملية جذب والترويج لفرص الاستثمار. وستحتوي أيضا على مقومات أهم القطاعات الاستراتيجية التي تسعى الجزائر إلى إقامة علاقات شراكة. لما نقول لك أنا ترويج فرص الاستثمار في كامل القطاعات، لأن عليه باش الآن المنافسة قائمة على ترويج فرص الاستثمار في الجزائر، والجزائر تسخر بالعديد من الفرص، خاصة أقول لك خاصة في القطاع السياحي وخاصة في القطاع الفلاحي. تخيلي معناها أرض شاسعة والأبواب مفتوحة لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين في الجانب في القطاع الفلاحي وحتى في القطاع السياحي. معرض الجزائر الدولي مفتوح للجمهور العريض، مفتوح للمتخصصين،
لأصحاب الشركات للمؤسسات لمن يرغب في الاستثمار سواء كانوا جزائريين أو أجانب. هذه الرؤية الشاملة، هذا الباب الكبير الذي سيفتح غدا، أستاذ غويني، كيف لنا أن نحقق منه النتائج المرجوة قبل انطلاق هذه التظاهرة؟ أنا في اعتقادي وتقديري أن الأمور قد ضبطت لضمان معرض دولي بكل المقاييس. نقطة أشرت إلى نقطة بصورة غير مباشرة، لبك المعرض هذا الدولي، وهناك زائرين من بعض الدول يحضرون خصيصا لهذا، حتى وإن لم يكونوا عارضين لأي منتج، لكنهم سوف يأتون إلى الجزائر للتقرب أكثر في هذا المعرض، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالمنتجات الجزائرية. هناك مثل كذلك القطاع الخاص الذي لا يشارك في هذا المعرض بعرض، يمكن كذلك أن يستفيد من خلال ما توصلت إليه التجارب والابتكارات والمهارات من خلال إقامة شراكات أو التعرف والوقوف أكثر على مثلا. نعطيك مثال، أنا أملك مصنع في المواد الغذائية، مرة في الصناعة الغذائية، لازم نروح نشوف ما توصلت إليه هذه الشركات حتى أستطيع بذلك أن أطور. شوف، جذب استثمارات، ثم هناك المسألة الثانية تطوير المنتجات، بالك المنتج رانا نطوروه، ما يبقاش في باه تطور المنتج تاعك المقاول هذا او المنتج او الصناعي، لازم تكون عنده احتكاك مين بالمنتجين الدولية على المستوى الدولي لكي يطور منتجاته ويبقى كذلك في المراتب تاع المنافسة. باعتبار انه هذه التظاهرة هي اكبر تظاهرة اقتصادية سنوية في الجزائر، كيف يمكن أن نجعل أيضا من هذا الفضاء، في سؤال أخير أستاذ غويني، فضاء ليكون أكبر فضاء لعقد أكبر عدد من الاتفاقيات الشراكة التعاون، لما لا يكون التمهيد والخطوة الأولى من أجل تصدير المزيد من المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الأجنبية؟ شوف، هنا الآن تظهر فطنة القطاع العام أو القطاع الخاص المشارك في هذا المعرض، لابد من اغتنام الفرص لإقامة شركات. الآن الجزائر وفرت، دولة أقول لك، دولة وفرت كل ما يمكن توفيره بأنجي إنجاح هذا المعرض. ما على الآن القطاع العام، تكلمنا عن القطاع العام وتكلم عن القطاع الخاص، الاستفادة أكثر من هذا المعرض لإقامة شراكات او لفتح زيد كذلك. مثلا وزاره الصناعه والقطاعات المعنيه بذلك، مثلا الوكاله الوطنيه لدعم الاستثمارات، يمكن كذلك ان تشارك في هذا المصنع من خلال تنظيم مثلا تظاهرات او تنظيم ايام دراسيه من اجل ترويج اكثر لفرص الاستثمار والتعريف بقانون الاستثمار 2022. ارتفي معك بهذا القدر، اشكرك جزيلا المحلل الاقتصادي الاستاذ العربي غويني، وقفنا معك عشية انطلاق معرض الجزائر الدولي حول أهمية هذه الطبعة وهذا الموعد الاقتصادي المهم الذي ينطلق غدا ويستمر إلى غاية 25 من أجوان الجاري. ابقوا معنا.
أهلاً بكم مجدداً إلى ملفنا الثاني، وعلى ضوء تواصل فعاليات الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته 24، نفتح في هذا الملف النقاش حول أهمية الرقمنة وإدماج آليات التسويق الجديدة لتحقيق المردودية الاقتصادية المرجوة من المنتجات التقليدية. فإلى جانب أهمية الحفاظ على أصالة المنتوج التقليدي وحمايته، بات من الضروري عصرنة القطاع بجملة من الآليات والتدابير. للمزيد من الإفاضة والإثراء، باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام، سعيدة جدا بالترحيب بمدير تأطير وتنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية السيد شكري بن زعرور. مساء الخير سيدي، أهلا بك. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك سيد بن زعرور على قبول دعوة برنامج الظهيرة. إذا نتحدث عن هذا القطاع الحساس الذي تسعى الجزائر اليوم إلى تحويله إلى رافدا من روافد تحقيق التنمية المستدامة، الصناعة التقليدية. الصالون الدولي انطلق والعرض متواصل لمختلف منتجات هذه الصناعة. بداية، هل لك أن تضعني في صورة استمرار أو تواصل هذا الصالون، توافد الجمهور وأيضا نوعية المنتجات المعروضة؟ أولا نبارك للحرفيين تنظيم هذه الطبعة 24 من الصالون الدولي للصناعة التقليدية، التي شهدت إقبالا كبيرا تجاوز 320 حرفي. طبيعة الحال هذه الطبعة طبعة دولية، شارك فيها حوالي 12 دولة، حوالي 70 حرفي من الدول الصديقة والشقيقة. الفعاليات مستمرة منذ 17 جوان، اليوم الثالث، يشهد إقبال كبير من المواطنين الجزائريين. كذلك من خلال تجولنا ما بين الأجنحة، لاحظت وجود بعض التجار المتخصصين في اقتناء منتجات الصناعة التقليدية في وضعية تفاوض مع الحرفيين لاقتناء كميات أو لطلبيات معينة أو لتحسين أنواع مختلفة من المنتجات المطلوبة في السوق. دونك في حركية اقتصادية كبيرة على مستوى الصالون. هذه فرصة أيضا لنقدم دعوة للمواطنين أو حتى للمتعاملين المهتمين بمجال الصناعة التقليدية، تقرب من أجنحة المعرض، قصد بناء شراكات أو على الأقل بناء جسور تواصل مع الحرفيين أو مع الإدارة المشرفة على 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 الصالون أو مع غرف الصناعة التقليدية المكلفة ميدانيا بالعمل مع الحرفيين في تسويق المنتجات أو في قضايا أخرى. جيد، وبما أنك أشرت إلى تسويق المنتجات، منتجات الحرف التقليدية، أكيد أن هذه الفضاءات للعرض تعتبر مناخا ملائما من أجل التعريف بهذه المنتجات وأيضا ربط علاقات شراكة والتسويق لها. لو نذهب إلى الحرفي بحد ذاته قبل الوصول إلى هذه الفضاءات، ما هي الآليات أو التسهيلات الممنوحة أمامه من أجل مساعدته أو مرافقته لضمان تسويق المنتج؟ ثلاث ركائز أساسية نعتمدها في مقاربة تطوير الحرف والتي نتعامل فيها مباشرة مع الحرفيين. الركيزة الأولى تتعلق ما هي النقائص الأساسية التي يشكو منها الحرفيون لتطوير نشاطاتهم. إن التعرف على النقائص هو الأساس، ومن بين أهم النقائص الموجودة مشكلة المهارات التقنية أو المهارات التسييرية. بطبيعة الحال جودة المنتجات مرتبطة بالمهارات التقنية، وبالتالي لا يمكن بناء أو إنتاج منتجات قابلة للتسويق إلا إذا كان الحرفي في مستوى حد أدنى من المعارف والمهارات التقنية. الحمد لله الجزائر تمتلك شبكة كبيرة من مراكز التكوين المهني، تمتلك عددا معتبرا وكبيرا جدا من الحرفيين الذين يفتحون ورشاتهم لتمهين الشباب. هي دعوة للشباب للتقرب من الحرفيين، لأن الكثير منهم من الطرفين، الشباب يشتكي عدم وجود فرص للتمهين والحرفيون يشتكون من قلة اليد العاملة. دونك حوالي 445 ألف حرفي موجودين في السوق،
عدد كبير، لو كل الحرفي يأخذ متمهن واحد لا استطعنا القضاء على مشكلة البطالة في سنوات قليلة. لا علينا، كيف يمكن تجاوز هذا؟ كيف يمكن ربط هذه الجسور وتشجيع الشباب خاصة على الإقبال بطريقة تقنية، بطريقة تكوينية محترفة على تعلم هذه الحرف؟ نعم، هذه الركيزة الأولى التي نتحدث عنها. الركيزة الثانية قضية التواصل والإعلام وإبلاغ الاحتياجات بين الطرفين. جيد. دونك غرف صناعة تقليدية والحرف هي المحور عملنا. توجيهاتنا للغرف واضحة بالانتقال من العمل على مستوى المكاتب ومقرات الولايات ومقرات الغرف، والانتشار في المداشر وفي القرى، والتواصل المباشر مع الحرفيين والعائلات المنتجة، قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من هذه القوى الإنتاجية التي هي في الحقيقة موجودة لكن غائبة عن 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 شبكة العلاقات وشبكة التواصل. الركيزة الثالثة تتعلق بتطوير مهارات التسيير. من المعروف أن كثير من الحرفيين منتجين لكن يواجهون صعوبات في تسويق المنتجات. السبب الرئيسي هذه تعتبر كثيرا المعضلة الأولى التي تواجه المنتوج الحرفي، التسويق، لأن التركيز على مستوى التكوين على المهارات التقنية دون المهارة التسويق. لذلك نحن نطور برنامج منذ عشرات السنين، حسن تسيير مؤسستك، هدفه الأساسي هو النهوض بمهارات السوق. المهارة الأساسية كيف أتعرف على السوق، كيف أتعرف على الزبائن، حاجية الزبائن، المنافسين، ما هي المواد الأولية التي أستخدمها، هل السعر الذي أعرض به منتجاتي هو سعر مناسب، هل يقبل المستهلك شراء بهذا السعر، هل يعتبره أعلى، هل يعتبره أقل، كل هذه المسائل. وهنا سيد بن زعرور نحن نتحدث عن كل الحرفيين، نتحدث عن المرأة الحرفية، نتحدث عن كبار السن الذين يمتلكون تلك اللمسة الإبداعية المتفردة، نتحدث عن هذه الفئات. كيف لنا اليوم أن نتحدث عن هذه المعايير التقنية التسويقية ونحن نتحدث عن هذه الفئة أيضا ونجعلها تدخل في إطار عصرنا وتطوير آليات تسويق المنتجات التقليدية؟ يبذل القطاع مجهود معتبر. لدينا 48 غرفة حاليا تكون ما بين 25,000 إلى 30,000 حرفي سنويا في مختلف المجالات التي ذكرتها، ويتم التركيز كما قلت على المهارات التسييرية باعتبارها مهارة الآن أصبحت معيارا أساسيا للنجاح. في المستقبل القريب سيتم تدعيم الولايات الجديدة بعشر غرف للحرف، وبذلك سنتمكن من التواصل مع شرائح جديدة من الحرفيين والحرفيات. لكن كمقاربة جديدة للتطوير علينا الآن، علينا أن ننتقل من العمل المباشر إلى العمل الافتراضي، لأن الكثير الآن من الشباب هم موصولون بالإنترنت. نعم، الرقمنة. الرقمنة، نعم. وآليات التسويق الجديدة عن طريق التطبيقات، عن طريق الترويج الإلكتروني لهذه المنتجات. نعم. هذه هي المقاربة الآن التي نسعى إلى التركيز عليها، بطبيعة دون نسيان العالم الحقيقي اللي هو الحوار المباشر ما بين الحرفي والمستهلك. تواجد الحرفيين في فضاء الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي من الأهمية بمكان. نحن الآن نبرمج سنويا دورات تكوينية مباشرة في هذه المجالات، نتعامل مع شركات ناشئة التي تقدم لنا دعم في كثير من الأحيان مجانا لتوطين الحرفيين في ما يسمى بالدكاكين الإلكترونية، ونحن ندعو الحرفيين دائما إلى عدم تفويت هذه الفرص، إلى التقرب من غرف الصناعة التقليدية قصد الاستقصاء، قصد طلب المعلومات حول كل هذه الفضاءات الإلكترونية المتواجدة. وربما لا يرى الحرفي مباشرة الفوائد المكتسبة، لكن تأكد أن تواجدك في الفضاء الأزرق أو في فضاءات أخرى أو في 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 الدكاكين الإلكترونية ستعود بالنفع خلال سنة أو سنتين.
ألا تعتقد سيد بن زعرور أنه جزء من الحل اليوم يكمن في جعل هؤلاء الحرفيين على علاقة بهؤلاء الشباب، أنه الحرفي يهتم بالإبداع بالإنتاج فقط، ولكن التسويق يكون على عاتق مؤسسات ناشئة شباب يهتمون بتسيير هذه المواقع أو التطبيقات الإلكترونية؟ كيف يمكن تنظيم علاقات عمل هكذا بين الحرفيين والشباب؟ ربط جسور الصلة ما بين الحرفيين والشركات الناشئة، هذا هو مربط الفرس. جيد. نعم، نحن أبوابنا سواء في وزارة السياحة والصناعة التقليدية أو في غرف الصناعة التقليدية أو حتى في مديريات السياحة والصناعة التقليدية مفتوحة لاستقبال أي شركة ناشئة تريد التعامل مع الحرفيين، وسنضع تحت تصرفهم كل المعلومات الضرورية، كل العناوين، ليزادريس، كل، حتى يمكن أن نرافقهم في التواصل المباشر ما بين الحرفيين، حتى يمكن أن نرافقهم أيضا في بناء بعض المشاريع النموذجية ما بين الحرفيين وهذه الشبكات الناشئة، حتى نعدد فرص النجاح سواء للحرفيين وسواء للشبكات، عفوا للشركات أو للمؤسسات الناشئة. غير ذلك لدينا أيضا مقاربة أخرى، لأن السوق يبحث دائما عن الجديد، ولذلك نسطر سنويا برنامج لتطوير التصميم في مجال الصناعة التقليدية، وهي دعوة أيضا للخبراء المختصين في التصميم إلى التقرب من هذا القطاع، قصد تطوير نماذج، قصد تحفيز الحرفيين على استغلال بعض النماذج الجديدة وتطويرها. جيد. هل تعتقد أيضا أنه التوجه اليوم نحو العمل عن طريق التعاونيات والتجمعات والتكتل هو حل أيضا من أجل الاستجابة للمشاكل التي يعاني منها الحرفي في مجال التسويق؟ الحقيقة أن هذا المجال أيضا من صميم العمل الذي نقوم به منذ سنوات، سواء في جهود جزائرية ذاتية بحتة أو من خلال التعاون الدولي. فيما سبق طورنا النويات الحرفية، وهي دفع حرفيين أو ثلاثة أو أربعة يشتغلون في نفس النشاط إلى العمل الجماعي، قصد شراء المادة الأولية أو تسويق المنتجات أو حضور بعض الصالونات أو المشاركة خارج الوطن، حتى قصد توفير الطلبيات اللي تكون في أغلب الأحيان كبيرة والحرفي لوحده لا يستطيع أن يوفرها، وهذه أيضا مشكلة. ثم انتقلنا في مرحلة ثانية إلى الحتان كلاسترز، العناقيد الحرفية، وهي مجموعة من الحرفيين ربما ليسوا في نفس النشاط لكن يمكن أن ينتجوا منتجات متكاملة. يمكن أن أنتج حرفي ينتج خشب أو النقش على الألواح مع خزفي مع صانع المنتجات أخرى، تشكل سلسلة منتجات متكاملة. في مدينة تمنراست كان لدينا مشروع قوي جدا، وهو النحت على الأحجار الكريمة وترسيع الحلي المنتجة محليا بالأحجار الكريمة. كان لابد علينا أن ننتج شبكة من الحرفيين، معروفة مدينة تمنراست بصناعة الحلي التقليدي، لكن لا وجود لحرفيين ينحتون على الأحجار الكريمة، والأحجار هذه موجودة فوق الأرض وتحت الأرض في تلك في طوق الهوغار بكثرة. استطعنا من خلال ذلك البرنامج تشكيل تعاونية أولى، وهي الآن طور التطوير وطور الاشتغال. هذه التعاونية تقوم بإنتاج الأحجار الحلي التقليدي المرصعة بالأحجار شبه الكريمة، في انتظار أن نرصع حلينا بالأحجار الكريمة إن شاء الله قريبا، في انتظار أيضا تعميم هذه التجربة على باقي أنحاء الوطن. نعم، والمدرسة الآن موجودة في أجنحة المعرض لمن يشاء أن يتصل، سواء للحصول على تكوين بالمدرسة بتمنراست أو لاقتناء بعض الأحجار الكريمة الجزائرية الصنع. هي دعوة أيضا لشركات ناشئة تهتم بالترويج وتصدير منتجات الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة إلى استغلال هذه الفرصة. لا توجد أي مؤسسة ناشئة في هذا المجال، فيه فضاء متاح للجميع، نرحب بأي شاب. كيف يمكن استقطاب المؤسسات الناشئة الآن الشباب المبدع والمبتكر من أجل أن يكون هو أيضا يستغل هذه الفرص كما أشرت الاستثمارية الكبيرة في مجال الصناعة التقليدية؟ شخصيا أخصص جزء من وقتي وأنا متواجد بالصالون في الحديث مع الشباب حول هذه المدرسة. نعم. كما دعوت مدير المدرسة إلى
نقل هذه الصورة في جميع حديثه مع الشباب، لا سيما إذا كان الشباب من ذوي الخبرات في مجال تصميم المواقع أو تصميم التطبيقات. بالمقابل أيضا أدعوه كما ندعوه دائما إلى فتح أبواب المدرسة أمام هؤلاء الشباب لزيارتها، للإطلاع، للحديث مع الحرفيين الذين ينحتون الأحجار الكريمة، وندعوه إلى مشاركات دائمة في كل الصالونات والمعارض التي تقام بمختلف مناطق الوطن، قصد التعريف بالمدرسة، قصد التعريف بالحلي التقليدي، قصد التعريف بالأحجار الكريمة. وندعوه أيضا إلى استغلال الفضاء الإلكتروني، إلى استغلال الأنترنت في الترويج للمدرسة، قصد استقطاب كل الفرص الاستثمارية المتاحة. طيب سيد بن زعلورة، قلت منذ قليل أنه حتى في الأيام الأولى من معرض أو صالون الصناعة التقليدية الدولي المتواصل الذي لا يزال متواصل بديوان رياض الفتح، قلت أنك لاحظت أنه فيه بوادر اتفاقيات للعمل بين الحرفيين وبينهم أو بين متعاملين حتى لطلب هذه الحرف. كيف تتم متابعة هذه الاتفاقيات لضمان تنفيذها الفعلي وأن لا تبقى مجرد حديث ضمن أروقة الصالونات؟ العلاقة مباشرة ما بين الحرفي وربما تجار الصناعة التقليدية. في موقف حضرته البارحة، حرفية من بسكرة أتت بمنتج، أدخلت منتجا جديدا إلى سوق الصناعة التقليدية، وهو عبارة عن فواكه صناعية بألوان طبيعية تشبه الحقيقة. وأنا أتحدث معها ورد إليها تاجران يريدان اقتناء كل ما عرضت ما حصلت به. تدخلت فقط، طلبت منهم التريض في شراء كل المنتج حتى لا يصبح الجناح فارغا. قلت انتظروا نهاية أو اليوم الأخير من الصور وخذوا ما شئتم، حتى نضمن أنه في اتفاقية حقيقية وضمان ديمومة تسويق المنتوج طيلة السنة وليس أثناء الصالون فقط. الآن هي هذاك المستوى الثاني من المرافقة، دائما ندعو مدراء الغرف إلى تسجيل كل الشراكات التي حدثت وموافاتنا بما يتم فعله لاحقا. قد يرغب بعض الحرفيين في الحفاظ على سرية الاتفاقيات، لهم ذلك، هذا حقهم، لكن على الأقل نطلب منهم إعلامنا بأن الطلبيات قد حققت دون ذكر المبالغ حتى لا نحرج أحد. لكن لو زرتم الآن بعض الأجنحة لوجدتموها فارغة. الصالون الدولي موعد للطلبيات وموعد لتسليم طلبيات، أخذ طلبيات وتسليم طلبيات، حدث تجاري وحدث ترويجي وحدث اقتصادي بامتياز. طيب بما أنه فضاء للبيع أيضا فهذا طبيعي جدا، طبيعي وهنا جداً. أعود معك إلى تقنيات التسويق الحديثة التي تضمن دائما ديمومة توفر المنتوج وديمومة أيضا طلب المنتوج من طرف المتعاملين. وأنا أتجول في أروقة المعرض لاحظت ظاهرة جديدة، الكل يحمل هاتفه الذكي ويصور، وبعضهم يحمل كاميرات رقمية ويصور. لما أسأل ماذا تفعل يقول أنا أزود حسابي في الفضاء الإلكتروني بكل الصور وكل المعلومات المتاحة. وبعضهم يقدم دعوات للمتعاملين للحضور إلى زيارة المعرض. حتى أني شاهدت من خلال الفضاء الأزرق أن بعض الاجنس دو فويا الوكالات السياحيه برمجت الصالون كحدث سياحي تستقطب من خلاله، وهذه نقاط مهمه في الترويج. الان في شيء ما يحدث ترابط كبير ما بين تجار صناعه تقليديه، ما بين متعاملي السياحه وما بين الحرفيين، يتم على هامش هذا الصالون. اظن انه من انجح الطبعات ان شاء الله، وهو ايضا وجه سياحي للجزائر، للترويج للسياحة الجزائرية للموروث. لو تشاهدين عدد العائلات التي تزور المعرض ابتداء من الساعة 5 مساء شيء ممتاز. وبلغني أن توقيت إغلاق الصالون سيمدد مساء بساعة كاملة استجابة لطلب المواطنين الجزائريين، وهذا ينبئ بالكثير من الخير على هذا القطاع. البارحة كانت لي صعوبة كبيرة في إخراج الحرفيين من أجنحتهم للذهاب
إلى حافلة النقل لأن الوقت انتهى. لذلك القرار كان ضرورة الاستجابة. جيد. السيد بن زعلور، لو نتحدث الآن عن أهمية إيصال هذه الحرف والصناعات التقليدية إلى السوق الدولية ومتابعة أيضا هذه الاتفاقيات، تصدير هذا المنتوج عن طريق خلق وسم جزائري للصناعة التقليدية، إلى أين وصل هذا المشروع؟ ثم متى يمكن أن نرى اتفاقيات حقيقية تتميز بكل بنود الاتفاقيات الاقتصادية التجارية والمالية في مجال الصناعة التقليدية؟ سؤالك فيه مركبتين أساسيتين، المركبة الأولى تخص الوسم والمركبة الثانية تخص تصدير منتجات الصناعة التقليدية. بداية، الوسم أو العلامات الجماعية كما نسميها هي طريقة للترويج لمنتجات الصناعة التقليدية. نحن الآن بصدد استكمال ولحمايتها، ذلك الشق الثاني نعم سأتحدث عنه. قلت نحن الآن بصدد استكمال بعض الإجراءات الإدارية والقانونية في إعداد المنظومة التنظيمية للوسم. لا يخفى عليك أن هذه العملية ليست بسيطة، تحمل بعض التعقيدات، لا بد من دفتر شروط يضع المعايير اللازم توفرها في المنتج حتى يحصل على علامة صناعة تقليدية جزائرية. نحن الآن نفكر في تطوير مستويين مختلفين، مستوى بسيط يمكن لجميع الحرفيين أن يحصلوا عليه، هو مستوى صناعة تقليدية جزائرية شروطها بسيطة، لكننا نفكر أيضا في تطوير وسم جديد يتعلق بصناعة تقليدية جزائرية لكن مرتبط بالمؤشر الجغرافي، وهذا يتطلب تحديد بعض المعايير التقنية التي تخص المنتج وما يميز ذلك المنتج لتلك المنطقة عن باقي المنتجات في مناطق أخرى من الوطن. أظن أن الأشهر القليلة القادمة ستكون مبشرة بالخير، لكن قبل ذلك أقول أننا الإجراءات الإدارية للوسم تم اختبارها في هذه السنة والسنة السابقة، لأننا حاولنا الكشف عن مدى قدرة الإجراءات التي وضعناها في الاستجابة إلى حاجيات الحرفيين للحصول على الوسم. المشكلة أنك لو تضع شروط عالية الدقة، عالية الكفاءة، عالية الفعالية، قليل من الحرفيين من يستطيع الحصول عليها. المشكلة المقابلة الموازية، لو وضعت شروطا بسيطة لاستطاع كل من يريد الحصول على الوسم الحصول عليه. هدفنا هو رفع مستوى جودة ونوعية منتجات الصناعة التقليدية إلى حد أدنى، لكن هدفنا أيضا ليس تعجيز الحرفيين الحصول على هذا المستوى. اختبار الذي وضعناه خلال السنتين الماضيتين سمح لنا بحذف بعض المعايير الصعبة، سمح لنا أيضا بإضافة بعض المعايير الضرورية. الصيغة النهائية ستكون جاهزة قريبا. نعم قريبا إن شاء الله، في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله. القسم الثاني التصدير. نعم التصدير، الوسم هو أحد مروجات التصدير. جهدنا في الترويج لمنتجات الصناعة التقليدية في الخارج مستمر، في كل سنة نشارك في العديد من الصالونات الدولية في عدد من الأسواق المستهدفة، السوق الخليجي أو السوق الأوروبي في بعض الدول القريبة منا، السوق الإفريقي الذي نكتشفه في السنوات الأخيرة، سوق واعد بكل المعايير. مشاركتنا في ثلاث سنوات الأخيرة في نواكشوط موريتانيا أو مالي أو النيجر، تقريبا كل منتجات الحرفيين تباع. نحن الآن بحاجة إقبال على الصناعة التقليدية، إقبال كبير للمواطنين الأفارقة لاقتناء منتجات صناعة تقليدية. النحاسيات تباع بشكل رهيب، الخزف بشكل لا يمكن، لم يكن منتظر، حتى الزرابي الخفيفة يعني تباع بشكل، حتى أننا ننافس في بعض الحرف مثلا الرسم بالرمل أو بعض الحرف ذات الخصوصية الجزائرية البحتة. ما ينقصنا الآن مثل ما تفعل بعض الدول العربية أو الدول التي تحمل منتجات صناعة تقليدية كثيرة، وجود المغتربين لتلك الدول كهمزة وصل في تلك الدول
شراء منتجات صناعة تقليدية وإعادة بيعها بالدول بتلك المناطق. هذا نحن الآن في فصل الصيف، ربما الكثير من المغتربين الجزائريين إقبال الجالية الجزائرية لقضاء العطلة هي دعوة منهم للتقرب، تكون سفير للصناعة التقليدية الجزائرية عند العودة إلى مكان تواجدها في العالم. عليهم أن يكونوا سفراء للصناعة التقليدية الجزائرية، لكن عليهم أن يكونوا متعاملين اقتصاديين. نحن ندعوهم إلى فتح قنوات هذه من آليات التسويق الجديدة، بيع منتجات الصناعة التقليدية بالخارج. لدينا كل الفرص، لدينا كل المنتجات الموجودة، لدينا تواصل مع بعض المغتربين الذين فهموا وعندهم قدرة على تسويق هذه المنتجات. إن شاء الله تكلل مجهوداتنا وبعض المجهودات المباشرة للحرفيين الذين يقومون بالتصدير دون المرور على الإدارة. منتجاتنا تصدر بكميات قليلة، لكن لما يكون عدد الحرفيين كبير، كمية قليلة في عدد كبير من الحرفيين المصدرين، ستكون الكميات كبيرة معتبرة جدا. إن شاء الله. أشكر جزيلا سيد شكري بن زعرور، وصلنا إلى ختام الوقت. أكيد نذكر دائما أن الدعوة مفتوحة من أجل زيارة الصالون الدولي للصناعة التقليدية المتواصل دائما بديوان رياض الفتح بالعاصمة. أنتم مدير تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. شكرا مجددا سيد شكري بن زعرور. مشاهدينا تمام الرابعة الآن بتوقيت الجزائر، نتابع هذا الموعد الإخباري المفصل. اليوم صبحنا من الأوائل. احنا فخورين جدا أن يتواجد بأن هذه الزيارة ناجحة من كافة الاتجاهات. الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري، كونه زعيما وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا. صفحة خاصة حول زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى فيدرالية روسيا سهرة اليوم في 9 عبر قنوات التلفزيون الجزائري. كونوا معنا.
من إخبارية التلفزيون الجزائري أحييكم مجددا مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى تتمة برنامج الظهيرة لهذه الأمسية. إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين الآن والذي يضرب موعدا ابتداء من الغد مع التميز والإبداع ضمن الصالون الوطني للابتكار بمشاركة حوالي 90 مشروعا مبتكرا من إنجاز أبناء القطاع. المزيد من التفاصيل مع ممثل خلية الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيد مصطفى سعدي. سيد سعدي مساء الخير وشكرا لك على قبول الدعوة. مساء النور سيدتي وأمسية سعيدة لنا ولكم إن شاء الله. أهلا بك مجددا سيد سعدي. إذا غدا ستنطلق هذه التظاهرة الصالون الوطني للابتكار، أكيد اللمسات هي في آخرها من أجل ضمان حسن سير وتنظيم هذا الموعد. نعم سيدتي، نحن على قدم وساق لاستكمال واستكمال الترتيبات التي أو الروتوشات الأخيرة للصالون الوطني في للابتكار في طبعته الثالثة على مستوى الديوان الوطني لحضارة الرياضات والتسليات بمنتزه صابلات الذي سيمتد أيام 2021 و2022. الصالون هذا هو زبدة ما أنجبته أنامل وأيادي وإبداعات وأفكار أبناء القطاع من مختلف التخصصات من مختلف الولايات. أكيد أنه كانت فيه معايير خاصة من أجل انتقاء المشاريع التي ستشارك غدا في هذا الصالون، كيف تم انتقاء الشباب المبدعين المبتكرين المشاركين؟ نعم، كانت هناك معايير وضعتها اللجنة القائمة على هذا الصالون وفقا للعلم سيدتي أن هذا الصالون الفكرة أنشئت بقرار وزاري رقم 194 المؤرخ في 10 مارس 2021 يضم إنشاء الصالون الوطني للابتكارات. سبقت الطبعة هذه الطبعتين الأولى والثانية ضمت أيضا مشاريع وابتكارات منجزة من قبل خريجي قطاع التكوين المهني، والتي حتى من بينها من نال براءة اختراع في ميدانه وفي مجاله. فهذه الطبعة طبعة خاصة تحت شعار مستمرون في دعم الابتكار. هناك شروط خاصة أن لا يكون المشروع قد تم الفكرة المشروع قد أدرجت أو تداولت في إحدى الطبعات السابقة في الطبعتين السابقتين، أن يكون المشروع يتواجب أو يتماشى مع التطورات الحادثة في مجال التقني والتكنولوجي للحادث في هذه الفترة، بالإضافة أيضا إلى تتواجب أو تتلائم هذه التخصصات مع التوجه الاقتصادي والتحول الاقتصادي الذي نحن مقبلون عليه. اليوم التوجه الاقتصادي يتجه إلى دعم عديد القطاعات الاستراتيجية من خلال توفير اليد العاملة المؤهلة والمكونة عبر مراكز التكوين المهني، كيف تدعمون هذا التوجه بدعم الابتكار الجديد في هذه التخصصات والقطاعات؟ نعم بالفعل سيدتي، نحن في النظرة الاستشرافية التي تشبه أو تمشي أو تنتهجها وزارة التكوين والتعليم المهنيين في تكوين يد مؤهلة بتوفير تجهيزات تتوافى والتحولات التقنية والتكنولوجية الحادثة، تحيين البرامج التكوينية لمتلقي هذه التكوينات في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى دراسة واستنباط ما هو متواجد في سوق العمل وتلبية الاحتياجات من يد عاملة وتكوينها لتتماشى وما هو متوفر في السوق. بالإضافة إلى ذلك نحن نسقل، هناك المتربصون يملكون قدرات، فقط ما يقوم به القطاع التكوين والتعليم المهني هو توفير الجو الملائم لانفجار هذه القوى الكامنة في شبابنا، لأن المتكون أو المتكونة هم عبارة عن شباب، والشباب هو ذخيرة المستقبل. إذا أعددنا شباب متعلم متكون ذو كفاءة وذو خبرة وذو مهنة، فإننا نضمن بذلك مستقبلا، إما في إدماجهم في سوق العمل أو إلى توجههم إلى المقاولة عن طريق إنشاء مؤسساتهم المصغرة أو الناشئة ليساهموا في التنمية سواء المحلية أو الوطنية، ولما لا نكون في العالمية. ما هي نوعية المشاريع التي ستعرض غدا ضمن فعاليات هذه الطبعة؟
نعم يشارك كما قلنا سيدتي أزيد من 90 مشارك أو 90 مخترع في مختلف المجالات تنحصرها أو قمنا بتصنيف هذه المجالات حسب ما يلي: الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مهن المياه والبيئة، الفلاحة، الإلكترونية، الكهرباء والطاقات المتجددة، هندسة المنشآت، الفندقة، السياحة والإطعام. كل هذه التخصصات فيها شارك مبتكرون من أبناء قطاع، سواء المنتسبين أو الذين تخرجوا من فترة وجيزة من مختلف المراكز عبر ولاية الوطن، من مختلف المراكز عبر تراب الوطن، عبر 58 ولاية. سخرت لهم الوزارة الإيواء، الإقامة، النقل، كل هذه المتطلبات وفرتها. ونحن استقبلنا في ليلة الأمس والعشية استقبلنا الوفود، وهم حاليا في الرتوشات الأخيرة في وضع اختراعاتهم عبر على أماكن المخصصة للعرض له. ما هي آليات مرافقة ودعم الشاب في مرحلة التربص والتكوين من أجل السماح له بتفجير طاقاته والتحول إلى صاحب مشروع مبتكر؟ نعم سيدتي، قطاع التكوين المهني لا يخفى عليك يمر بمراحل، مرحلة تكوينية أثناء وقبل وبعد. فقطاع التكوين المهني يرافق طيلة تواجد المتكون أثناء وبعد. بعد هناك مرافق أنشئت لهذا الغرض، وهي دور المرافقة، هي التي تعمل على توجيه هذا الخريج، خريج قطاع التكوين المهني، توجيهه لاختيار المشروع الناجح ليتواءم مع مؤهله ومتطلبات السوق. قطاع التكوين المهني لا يخفى عليك سيدتي يقوم بصقل هذه أو هذا الشاب ليبدع وليفجر ما بداخله بتسخير الوسائل المتوفرة على مستوى المؤسسات. كيف يتم توفير هذه البيئة التقنية التي تسمح بتطوير الاختراعات، المرور من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي؟ نعم، هناك شقين أساسيين في نظرية التكوين، تكوين نظري وتكوين تطبيقي. فهو يمر من المرحلة النظرية إلى المرحلة التطبيقية بالمرور على فترات على تربص في الوسط المهني عند الشريك الاقتصادي. فجل هذه المتربصين والمتكونين بالإضافة إلى المتمهنين يتوجهون إلى المؤسسات الخاصة من أجل القيام بالتربص التطبيقي. فهم يقومون بالتعزيز الرابطة ما بين التكوين التطبيقي وما بين التكوين النظري عفوا والتكوين التطبيقي لاستحداث أو ابتكار ما تلقوه أو تطويره. مدونة تخصصات التكوين المهني شهدت تحيينا من أجل أن تتلائم مع متطلبات العالم الاقتصادي وسوق الشغل أيضا، وعديد القطاعات التي تحتاج إلى الإبداع والابتكار من أجل المساهمة في تطويرها والمساهمة في بعثها من جديد، خاصة الصناعة الوطنية، الصناعة الميكانيكية مثلا، ورفع نسبة الإدماج في هذا المجال. كيف تواكبون أو ما هي الشروط من أجل إدراج هذه التخصصات التي فيها المجال مفتوح للإبداع والابتكار؟ لا يخفى عليك سيدتي فإن النظرة الاستشرافية لقطاع وزارة التكوين المهني على رأسه السيد الوزير الدكتور ياسين ميرابي يسعى في إحداث إصلاحات كبيرة، من بينها المراجعة الدورية وتحيين مدونة الشعب التي تحتوي على أزيد من 495 تخصص. فالنظرة هذه إعادة النظر في تركيبة المواد المدرسة، في المدة، في المعاملات، في أيضا حتى الكفاءات المتوفرة في المدونة. التخصصات، هناك تخصصات ستتلاشى مع مرور الوقت، وهناك تخصصات ستظهر مع التطور التكنولوجي والتقني الحاصل في هذا الجانب. بالموازاة فإن يعمل أساتذتنا من مهندسين مكلفين بالهندسة البيداغوجية في إعداد
في إعداد البطاقات التقنية لهذه التخصصات من خلال التوجه إلى المؤسسات الاقتصادية، دراسة نظرية وتطبيقية لما تتوفره المؤسسات الاقتصادية، واستنباط الكفاءات التي يمكن أن قطاع التكوين المهني أن يكون فيها بمختلف مستوياتها من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. تشيرون إلى تكوين المؤطرين؟ نعم، لا يخفى عليك أن لا يمكن أن نكون متكون لولا متكون بارع بدون مكون كفء و له من الخبرة ما تكتسيه أهمية وما تعطيه القدرة على تلقين الشباب أو المتكون ما هو يتواكب أو ما هو يتكون مع هذا العصر من التحولات التكنولوجية. نحن نلاحظ أن كما ذكرت سيدتي أن الإقلاع الاقتصادي والصناعات الميكانيكية تحول الميكانيك من الميكانيكي العادي إلى ميكانيكي نقول أنه نظيف بحكم الكلمة، تحول من هذا الشحوم والدسم المتوفرة أصبح هناك جهاز تربطه مباشرة، استعمال التقنيات الحديثة، مباشرة يتجه نحو العطب ويقوم بتغيير. هذا هو الهدف الذي يسعى إليه قطاع التكوين المهني من خلال تكوين المكونين في مختلف المجالات التي ستكون، لأن لا يخفى عليك أننا مقبلون على سنة اقتصادية بحتة في مختلف المجالات. على سبيل المثال الصناعات الميكانيكية فهي تحتوي عدة كفاءات التي سيستثمر في قطاع التكوين المهني من تكوين أبنائنا الشباب، وبالإضافة إلى عقد الشراكات المختلفة مع الشركات بمختلف انفتاحاتها، لأن السوق الجزائرية يعتبر سوق منفتحة عن جميع الشركات، فبالتالي قطاع التكوين المهني يسعى جاهدا إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب وتكوينه في هذه التخصصات التي ستساهم في الإقلاع الاقتصادي، أو بالإضافة إلى تأمين حتى الأمن الغذائي، الأمن المائي. كل هذه التخصصات بمختلف تسميتها قطاع التكوين المهني أصبح لبنة أساسية، أو لما لا نقول أنه العمود الفقري والقاطرة التي تقود تحقيق القفزة في الكثير من القطاعات. عندما تلمسون مؤشرات للإبداع والابتكار في متربس معين يحتاج إلى الدعم، المرافقة، إلى التكوين أيضا في مجال حماية ابتكار وتطوير وبلورة هذا الابتكار إلى النموذج الاقتصادي، كيف يتم مرافقة هذا المتكون إلى حين الانتهاء من الابتكار، ولما لا أن يتحول إلى عارض في التظاهرات الكبرى كتلك التي ستنطلق غدا؟ نعم، بالفعل سيدتي هذا ما يعمل عليه قطاع التكوين المهني من بداية فكرة الشاب لاختراعه أو فكرة وجود اختراع لدى الشاب، فإن قطاع التكوين المهني يرافقه في مختلف المراحل إلى حين وصول المنجز إلى ما هو عليه وتوفير البيئة الملائمة لهذا العمل. عمل قطاع التكوين المهني جاهدا على براعة الاختراع لمختلف متربسين، فمن متربسين من نال أو مخرجي قطاع التكوين المهني من المبتكرين من نال براعة اختراع. التوجه إلى تجسيد المشاريع فهو مرحلة بعدية. وهنا سأسألك في هذا الإطار دائما، ماذا بعد المشاركة في الصالون الوطني للابتكار؟ إن شاء الله. ما هي الأفاق التي ستفتح خاصة أمام المشاركين؟ نعم سيدتي، الأفاق التي ستفتح لا يخفاك أن من زوار هذا الصالون ستكون مختلف وزارات أخرى منفتح على مختلف أطياف المجتمع. هناك هذا المتربس أو المخترع إما أن يتبنى فكرته ويتوجه إلى المؤسسة الخاصة، ينشئ مؤسسة خاصة لتحويل هذا النموذج المصغر إلى نموذج حقيقي ويجسده عن طريق مؤسسة، أو تتبناه إحدى المؤسسات ليقوم بتسويق ابتكاري. وهذا هو المطلوب اليوم. نعم وهذا هو المطلوب. ما هي الكلمة الموجهة الآن للشباب خاصة وهذا الفضاء سيفتح غدا باختصار شديد فقط؟ سيدتي نحن على مشارف الافتتاح، أدعو من منبرنا هذا أن أبواب الصالون الوطني للابتكارات في طبعته الثالثة مفتوحة على مستوى ديوان الحظائر الرياضة والتسليات بمنتزه الصابلات أيام 20، 21 و22، نحن في انتظاركم وكونوا في موعد. نعم، والدعوة طبعا والدعوة مفتوحة للجميع. أشكرك جزيلا. الشكر متبادل سيدتي.
كما قال السيد رئيس الجمهورية في خطابه سنكون الأوائل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. سيد مصطفى سعدي الممثل خلية الإعلام بوزارة التدوين والتعليم المهنيين، شكرا جزيلا لك. الشكر لك سيدتي ودمت بألة وحفة. يرفع على مسامعنا الآن مشاهدينا الكرام أذان صلاة العصر لمدينة الجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. اليوم صبحنا من الأوائل. احنا فخورين جدا أن يتواجد أمير عبد القادر بأن هذه الزيارة ناجحة من كافة الاتجاهات الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري كونه زعيما وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا. صفحة خاصة حول زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى فيدرالية روسيا. بوتين تبون فرصة للسلام العالمي، سهرة اليوم في 9 عبر قنوات التلفزيون الجزائري، كونوا معنا. الموعد الآن مشاهدينا مع ضائفة الأخبار الرياضية المتنوعة والتي يقدمها لنا وليد غريبية. مساء الخير وليد. مساء النور فايزة، مساء الأنوار للسادة المشاهدين، أهلا بكم إلى أخبارنا الرياضية لهذه الظهيرة. والبداية بالمنتخب الوطني لكرة القدم الذي حط الرحالة في ساعة المبكرة من نهار اليوم بعنابة قادما من مدينة الدوالة الكاميرونية، حيث سيواجه نظيره التونسي غدا الثلاثاء بملعب 19 ماي بعنابة في مواجهة ودية تدخل في إطار تحضيرات المنتخبين للمواعيد المقبلة على غرار نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار شهر جونفي من العام الداخل، وتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق شهر نوفمبر المقبل. هذا وخصت بعثة الخضر باستقبال مميز بمطار رابح بطاط بعنابة. وفيما يلي نستمع لتصريحات عناصر المنتخب الوطني عقب حلولها بمطار رابح بطاط بعنابة والتي رصدها لنا عن التلفزيون الجزائري عبد الملك زنيدية. الحمد لله احنا عندنا مجموعه الله يبارك، ونشكر لي جوار ونشكر المدرب والطاقم الفني، وان شاء الله مازالت خدمه كبيره ان شاء الله راهي تسنى فينا، ان شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري. البلوز امبورطون الجزائر تربح اكيد فيكتوار ديما البيوت في الدربيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوكو.
هذا وستجري تشكيلة المنتخب الوطني حصة تدريبية بملعب 19 ماي بداية من الساعة 6 مساء. هذا وكان المنتخب الوطني قد تغلب أمس على نظيره الأوغندي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي احتضنها ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة 5 وما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. ثنائية الخضر حملت توقيع مهاجم لوزانو السويسري محمد لامين عمورة في الدقيقتين 42 و66 تواليا، كما شهدت المباراة مشاركة الأسماء الجديدة في صورة حسام عوار، زين الدين بالعيد، أيمن محيوس وهيثم لصيف. إلى منافسة كأس الجزائر، أين يواصل فريق شباب الوزداد تحضيراته بالفندق الرياضي بسيدي عبد الله تحسبا للنهائي المنتظر الذي سيجمعه بجمعية أولمبي شلف يوم الخميس بملعب ميلود هدفي بوهران، حيث شهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين ما عدا حسام الدين ميريزيغ الذي سيغيب عن النهائي بسبب الإصابة. هذا وركز الطاقم الفني بقيادة نبيل الكوكي على الجانبين التكتيكي والبدني. وفي حوار خاص به التلفزيون الجزائري تحدث مدرب شباب الوزداد نبيل الكوكي عن النهائي المنتظر أمام جمعية أولمبي شلف واصفا إياه بالمتكافئ. يعني نكونوا متفاهمين في تقييم أن مباراة الكأس معناها غير مباراة البطولة، لأن يعني مباراة الكأس ما فيهاش رتراباج، معناها مباراة على مباراة واحدة تي باس ولا تخرج. دونك اليوم في بالك عدينا ليزيتاب الأخرين، اليوم راهو في المباراة النهائية. أكيد جدا المباراة ضد نلعبوا ضد جمعية معناها فريق اللي أظهر إمكانيات الموسم هذا وعنده إمكانيات طيبة، وشفناه في آخر مباراة نتاعو في النصف النهائي. أكيد جدا مش تكون مقابلة صعبة، مقابلة نتاع جزئيات، مقابلة خاصة نتاع التركيز، لأنه الكأس هو علاش الكأس معناها كل شيء بوسيبل وعمره ما يتحط أوبجيكتيف. من جانب آخر، الطرف الثاني في المباراة النهائية فريق جمعية أولمبي شلف يتدرب بملعب محمد بومزراك بشلف بتعداد مكتمل بقيادة المدرب عبد القادر عمراني صاحب الأربعة ألقاب في منافسة السيدة الكأس، حيث أبدى لاعبو الأولمبي عزيمتهم على تقديم أفضل أداء من أجل تحقيق التتويج الثاني بكأس الجمهورية في تاريخ النادي بعد لقب 2005. وفي حوار خاص مع التلفزيون الجزائري تحدث أو قبل ذلك لاعبو الأولمبي، نستمع لتصريحاتهم للتلفزيون الجزائري على هامش الحصة التدريبية. التحضيرات راح تجري بصفة عادية وبحضور جل اللاعبين تحضيرا لمباراة النهائي اللي راح تكون مباراة الموسم. إن شاء الله نكونوا في حسن ظن الجماهير والطاقم الفني وكل سكان الولاية. لا لي ماتش هادو ما تعليكوب شغل، لما ما تقدرش تقول شكون يفوز ولا لي ماتش، شغل تكون نص بالنص. حنا ماذا بينا كي نقابلوا هكذا منافس كبير ولا شغل، حتى حنا نكونوا على وتر ان شاء الله. ماذا بينا كي ندخلوا ثاني نديروا في راسنا باللي حتى حنا نقدروا نديروا حاجه نربحوا باش ندوها باذن الله. هي روح المجموعه هي اللي حتقدر تفيد الفريق، مع كما قلت التجربه تاع المدرب. حنا قلت لك رانا نحضروا لها، والمجموعه ملي بدات المباراه ملي بدات الكاس هما كانوا طامعين باش يروحوا بعيد في الكاس، الحمد لله لحقت. مي شفا كما قلت شباب الوزداد الفريق كبير وعنده 8 كؤوس، عنده خبره وتجربه في هذا النهائي. حنا ثاني حنقولوا كلمتنا ان شاء الله في هذا النهائي. حنا نقول للمناصرين حنا هما ما سمعوش في حقنا، حنا شفناهم ما نقولوش غير في مباراه النهائي ولا ما مباراه اللي كانوا ديبلاصوا معنا شجعوا فينا المغرب ولا المباراه اللي لعبنا في الميدان المغرب، ما تكونش نتيجة ولا دائما مورا الفريق هذا مورا اللاعبين. ان شاء الله احنا نقول لهم ان شاء الله يكونوا بقوه في مدينه وهران ويساهموا مع هاد اللاعبين ويشجعوهم حتى على خير ان شاء الله. من جانبه مدرب اولمبي شلف عبد القادر العمراني وفي حوار خاص للتلفزيون الجزائري تحدث عن التحدي المنتظر امام الشباب مشيدا بمجهودات عناصره خلال مشوار المنافسه. كأس الجزائر تخلي بزاف يعني الناس تتبع أحداث وأشياء كثيرة في كل فريق. ضمن لحد الساعة نقول الحمد لله، ولو يعني المقابلة الأخيرة في البطولة كانت لنا
عثرة اللي ما كناش ربما نستناوها. هذا الشيء اللي ربما قلقني أنا كمدرب، ولكن بالنسبة للمجهودات اللي يقوموا بها اللاعبين من اللي التحقت بالفريق أظن باللي مجهودات كبيرة قايمين بها اللاعبين في التدريبات، في الانضباط تاعهم، في الرغبة تاعهم، تحسين المستوى تاعهم. يعني هذا الأشياء اللي ربما خلات الفريق يتحسن من مقابلة لمقابلة، واللاعبين يأمنوا بإمكانيات تاعهم من مقابلة لمقابلة. أنا ولي طموح مشروع، يعني يطمح يكون طموح تاعو مشروع. هذا الشيء اللي ربما صار في الفريق، واللاعبين فهموا باللي الكأس طبعا عندها طابع خاص من ناحية التركيز، من ناحية المردود، من ناحية ربما الشهرة اللي يديها اللاعب في هذه المقابلة الفريق. إلى آخر مستجدات الطبعة 15 للألعاب العربية المقررة بالجزائر ما بين 5 و15 جويلية المقبل. وركبوا لالوفا بوهران صرح رياضي يستوفي كافة الشروط الدولية وقيمة مضافة لاختصاص الكرة الحديدية، ويرشح الجزائر لاحتضان كبرى المنافسات القارية والإقليمية على غرار الألعاب العربية. هو الأول من نوعه وطنيا في اختصاص الكرة الحديدية مركب لالوفا بمقومات تستوفي الشروط الدولية في هذا النوع من الرياضات المبرمجة منافساتها بوهران خلال الألعاب العربية المقبلة. المرافق اللي فيها عندنا 4 تاع لي تيران تاع الكرة الحديدية كما راكم تشوفوا، وعندنا 2 تاع كرة السلة، وعندنا ملعب تاع الفوتبول، وعندنا قاعة داخل مغطاة كرة السلة، ورانا نوجدوا فيها باش نديروا فيها الألعاب العربية. هذا المركب إضافة لنا أولا لوهارنا وللجزائريين ككل. مرحبا بكل العرب وكل الرياضيين العرب. هادو الملاعب راهم في معايير عالمية ومعايير دولية. كاين هنا كاين ملعب كيما اللعب القصير هامينا، واللعب الطويل جولون كيما يقولوا، وكاين ملعب الرافا. ان شاء الله ندمو بطوله عالميه كاع ان شاء الله في مدينه وهران. صرح رياضي بامتياز واضافه حقيقيه لرواد الكره الحديديه بعاصمه الغرب الجزائري. هذا إضافة للمنشآت الرياضية اللي راهي متواجدة الآن في وهران، ومن النتائج الإيجابية تاع تنظيم وهران للألعاب البحر الأبيض المتوسط. الحمد لله صايرة بدأت تتوفر إن شاء الله، كما الملعب هذا رانا كاسبينه هنا في مدينة وهران ومكسب لينا إن شاء الله، واللي غادي تحضر فيه الألعاب العربية. مركب لالوفا يتأهب لموعد متجدد مع التتويجات للكرة الحديدية الجزائرية على الصعيد العربي بعد تألقها في الألعاب المتوسطية العام المنصرم.
إلى هنا مشاهدي أوراقنا الرياضية لهذه الظاهرة، شكرا لكم على كرم المتابعة. يلقاكم الزميل بلال بوزيدي في نشرة مفصلة في تمام الساعة السادسة، أما الآن فعودة إلى فايزة. شكرا جزيلا لك وليد. مشاهدينا بأخبار الرياضة أصل معكم أنا أيضا إلى تتمة برنامج الظهيرة لهذه الأمسية. هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمتم طيلة عمر هذا المباشر. إلى اللقاء.